تابعين حلقتنا مع نيتشر ومارك بيروتي. هاي مارك. هاي. تمام؟ تمام. اليوم بما أنه الناس قاعدة بالبيت وبرد، خلينا نسمع شو عندها تقول ونجاوب على أسئلتها، مش هيك؟ أكيد، عن النباتات يعني، مش إيه أكيد، مش كل الأسئلة بعرف نجاوب. بقى لكل يلي حابين يسألوا دكتور بيروتي، أكيد عم بسمعكم كتير يا صبايا، مش عم بقدر أركز، فاتحين معي الصوت. بقى على رقم الام تي في نحن ناطرين اتصالاتكم. مارك، في اسئله اصلا وصلت لنا، مش هيك؟ مزبوط، في اسئله. هلا بنبلش نقطع صور بعد شوي، بس نعمل هيك مقدمه صغيره على كثير اشياء عم تنحكى على السوشيال ميديا امبارح واليوم وهيك، يلي عن الضبع يلي عم بقتلوا الضبوع وهيك، الاجرام المستمر بكل اساس 100%. بس هلا مش رح نعمل حلقه عن الضبع، بس نحن عاملين كذا حلقة قبل وبركي منرجع منذكر عنه. بس نقول الخلاصة تبع كل خبرية، أنه مزبوط الضبع هو حيوان بركي بشع وبركي بخوفنا، بس ما فيك تتخيل قديش نحن عايزينه بالطبيعة. يعني هلأ ما بدنا ندافع عنه، بس هو مثلا تقريبا يعني جدا هام للطبيعة. أولا هو بنظف الطبيعة، يعني لو ما منه أكيد مش لوحده، يعني في كتير كمان عصافير تانيين وحيوانات تانية، بس هو بنظف الطبيعة من كل شيء بيبقى دابرز. مثلا اذا انت بتكون قاطع ما بتلاقي بقى اعدام الحيوانات الميته لانه هو منظفهم. بسبب هالاشياء بكثير امراض بتقل، ان كان على النبات ان كان على على الانسان. يعني هيدا واحدة من الفوائد تبعه. هو بيعمل حتى كنترول لكثير من، اذا بدك يعني يمكن لما بيكتروا الخنازير البريه او بعض الحيوانات الفيران اللي عندهم مثلا اوقات تفاح بالاشياء، بيعرفوا هو بيعمل كنترول لهم. والاساس نعرفه انه هو ما انه خطر على الانسان، ما بحبنا اصلا يعني. طيب كيف الواحد لازم يتصرف بس يشوف؟ بس يعني اذا بدك يعني يتجنبه، وخاصه نحن الانواع اللي عندنا اللي هلا عم شوفوها كثير، هذا جاي بس تيتدفى، ولانه بردان وهيك بكون حتى اذا بدك هو كثير تعبان وهيك يعني، فبس نتجنبه. هو جاي بالغلط تيتدفى، اذا كان علقان نفتح له شي طريقه بفل، نتجنبه بيمشي الحال. اهم شيء انه ما نفوت، لانه بتعرف اوقات ولد بيكون معصب بيضرب يعني، وهن كثير قوايا يعني، الضبوع قوايا اقوى من الذئب. اذا يعني في ناس ما بتعرف هالاشياء، بس اكيد ما عنده مشكل الإنسان، ما بحبنا ولا بده يقرب علينا، بالغلط اجا. فبس نتركه، لانه اولا هيدي السبيشيز اللي عم نشوفها اللي عم تجي بيقولوا لها المرقط او المخطط، لانه المرقط هو تبع افريقيا يمكن. هولي اذا بدك يعني سبيشيز عم تتعرض لتقريبا يعني عم تنقرض شوي شوي، فبدنا ننتبه لهم، اهميتهم كثير كبيره. وكل الفيسبوك والاشياء منيح اللي عم بيصير، انه الانسان عدو ما يجهل عم بيقولوا، فنحن عم نخبر قد ما فينا كرمال انه نجرب ما نقتلهم بيننا وغير اشياء. هلا اكيد رح نبلش ناخذ اتصالات طبعا، ناطر ناس على الخط. صباح الخير. الو. صباح النور. يا هلا. بفضلك سري، بتعرف بدي اسال هالسؤال لسيد مارك. عندي جنينه بجبل علو 700 متر، وبهالجنينه حب احط تجربة فيي منيح غير سندياني. أوكي. شو بينصحني مثلا؟ دلت صفصاف هيك يا لأكد وتضل انه حلوة بالصيف. اوكي، هي الفكرة ليه بيقولوا أغلبية الوقت سنديانة؟ لأنه السنديانة بدلها أفرجرين، يعني هي الوحيدة اللي فيها تضلها بركة خضراء، في أشياء غير أكيد، بس هي فيها تضلها خضراء صيف شتاء. بينما الدلب والصفصاف اللي حكيت عنهم هول أولاً بهروا، ثانياً إذا كانوا كثير قريبين على البيت فيهم يقبعوا أوقات بيتون هالأشياء، مشان هيك بننتبه لهم وبدهم كثير مي. هلا في أكثر من 100 نوع في سميلك إياهم لشجر فيهم يعيشوا أكيد فوق ويعطوا فاي، بس بركي هلا بكتب لك اياهم احسن ما نعطيك اسامي لاتينة. اعطينا شي ثلاثة. يعني دائما ليك شو بالشجر بدنا دائما ننقي اذا بدنا اشياء ايفر جرين او يعني بتعطي زهور او ما تعطي زهور، يعني مشان هيك لنقول اذا بدها اشياء ورقها حلو بس بده يهر بعدين، كل شيء اسمه مثل ليكويدامبر او اسر او ليديوداندرون، هول نباتات بيطلعوا كثير حلوين يعني، وفي كثير انواع منهم بيقدروا يكبروا ويعطوا في اكيد بهذا المطرح. هلا اذا كمان في البرونس اللي هي ورقتها حمراء بتطلع حلوه، بس هول بيعطوا ورق الخوخ البري، الخوخ يعني الاحمر مش انه بري، هيدا يعني ما بتعطي فواكه بتتاكل. انا عم بحكي عنها اسمها برونس بيساردي، اذا حدا بيطلع عليها بتصير حمراء كلها، بيعطي حتى فواكه بتاكل، بس نحن ما بنحبه كثير يعني منه طيب، بس
كثير كلها بوردو، فهول هول بعد النباتات. هلا في غيرهم مثلا في نبته بسموها اسمها كثير صعب، رح اقول الاسم الانجليزي، الهورس تشستنت، يعني اللي هي مثل الكسن البري، كمان بتكبر وبتعطي فاي. في كثير اشياء حلوه، يعني فينا نقول القصص اللي ما بيهر ورقه مثل يعني السنديان ومشتقاته او اخواته. لا السنديان، السنديان هي ما بيهر ورقه. ايه انا قصدي ما بيهر ورقه. يس يعني السنديان والعائله تبعها. مزبوط، يعني يعني بتعرف البلوط والاشياء او البهره مثلا يلي هن الملول والعسل هول غير. انا سميتهم ما خصهم بالسنديان ابدا، يعني هن غير نباتات. هول اذا هي بدها يكون عندها مثلا اذا بدنا نقول الوان حلوه وفي بس مش بزهور. هلا اذا بدها بزهور في نبته اسمها البيزيا، بتكبر بتعطي باراسول كثير وبتعطي زهره حلوه كمان، بس انه اجمالا ليه بروح على السنديان وهالاشياء؟ لانه ايفر جرين. يعني اتصال جديد. الو الو بونجور. يا هلا. الله يخليك، بدي اسال مسيو مارك، عندي جرادين وفيران ببيت الدرج. هلا اذا غير قمح مسمم او حطينا شيء يعني يقول لي خميري، هل الخميري اذا عجناها بالزيت بتقضي على الفيران؟ هول الاسئله كثير صعبين، يلي اذا بدك يعني انا اصلا ما بحب جاوب عليهم، لانه كنا عم نحط سم لنسمم الحيوانات وهيك. بس اوقات خاصه يعني بدنا، هلا هيدي شفت خبريه الضبع وهول عم نحكي عنهم، هول بخلوا الحيوانات يكتروا كمان يعني. فالخميره والزيت ما بيمشوا اجمالا، بس لريت يعني كان عندنا اكثر معلومات. اذا نحن عم نحكي مثلا هون عن عم بيقول لي بقلب بيت شيء، اذا عم بيقول لي انه عنده بستان تفاح اكيد بيكون شيء ثاني. فيران وجرادين بدها عمل، يعني خاصة فيران لنقول بدها عملية كتير كبيرة. هلا بالنسبة للجرادين اجمالا في ادوية عم تنباع بالصيدليات الزراعية يلي هي بتكون شوي سيف للانسان وممكن بس كمان للبيئة. ما هيدا اللي بدنا نحكي فيه، انه نسمم ما عم نقتل 100,000 حيوان تاني وعم نعمل شيء غلط يعني. ففي مثل البومبو بينباعوا للجرادين والفيران يلي هن بيكونوا كمان pets friendly، يعني اذا اكلهم بسينة او كلب او حتى عصافير او هيك ما بيأذون كثير. فخلينا نروح على هول الاشياء، والتسميم العشوائي كثير بضر، وهيدا بده حلقة كبيرة يعني اكيد. ناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. يا هلا، كيفك؟ الحمد لله حبيب قلبي. استاذ عندنا، الو. ايه عم نسمعك، تفضل. ايه حبيب قلبي، عندي منطقه بتقول العبديه، في عندي قصر فوق عم بيطلع دود بياكل الشجر، هذا كيف بيقتلوا تحت الكازون؟ اوكي. بتفوت بالشجر بياكلها. ما جبت ادويه كثير ما كان يموتوا، شو له علاج؟ لا لا ليش اليوم الاسئله كثير تنقتل، بدنا اسئله تنعيش. فهلا انا اكيد اذا عندي صور كنت بفهم عليه اكثر، بس بتصور اللي عم بيحكي عن شيء بنسميه نحن الدوده البيضاء اللي بتجي على الجازون وبتجي كمان على الاشجار المثمره، يلي هي بتصير نوع من حشره بنيه، وهيدي كثير بتفتك بالمحاصيل خاصه بالجازون، بتاكله بتقتل الجازون كثير، حتى بالاشجار المثمره وكل هالاشياء. هلا اجمالا في دوايان ما رح سميهم، هلا اذا بيحكينا على رقم فيسبوك، سوري رقم الواتساب اللي عم يقطع او على انستا او فيسبوك بكتب له شو هن. ففي دوايان هن بيستعملون لهيدي الاشياء اذا بده يسمم وهيك، بس كمان في اشياء، في ادويه عم تنجاب من برا بتكون اكثر سيف. ولازم نعرف انه هول انواع من الحشرات، اذا نحن نكشنا وقدرنا ننبش عليهم ونقتلهم فينا نخففهم. ف يعني عرفت المشكل انه الدوايان يلي هلا اذا بدك بيستعملون ليقتلوهم جدا قوايا وجدا مش منيح للبيئه، وهوليك الادويه اللي بكون عم نستعملها عشوائيا ما رح يمشوا. فكتير ننتبه هذه الاشياء اللي عم نحكيها، ونجرب نروح على الاشياء العلميه اكثر او الاشياء السيف، مثل انه عن جد ننكش ونجرب نقتلهم. اكيد انا عم بحكي اذا على الدوده البيضاء اللي اسمها فير بلون دو غازون، يعني المعروفه كثير، انه ما عندي صور تعرف اكثر. اتصال جديد. الو الو. يا هلا. بونجور. بونجور. فيني اسال مسيو مارك؟ اكيد تفضلي. بدي اساله اذا عندي ليمون حامض فرنساوي امتى فيني اقصقصه كثير مغفغف وواطي على الارض؟ اوكي سو اجمالا كل شيء اسمه حمضيات، اوكي يعني ليمون حامض كل هالاشياء، فينا لما بدنا نشحلهم، هيدي دائما لازم نعرفها قبل كانوا يقولوا غير شيء، يعني دائما البارتي الفوقانيه منها هي اللي لازم تتشحل، لانه الحمضيات بيحملوا على البارتي الاولى. يعني اذا افترض عندنا 3 متر عم نحكي من الورق وطلوع، فينا نشيل
الاول متر ونص من فوق، لانه هول ما بيحملوا كثير ليمون، ما في ولا مشكل من قص من فوق. هلا فينا نضوي من جوا الشتله. هلا اي متى؟ اجمالا لما تكون الشجره فاتت بفتره بنسميها ثبات او دورمانس، يعني بتكون يعني بهالفتره، يعني الشهر الجاي كثير منيح للتشحيل، او كنا قبل بتشرين فينا اكيد ساعتها نشحلهم. ولا مره نشحل هن وطاردين او هن وحاملين، فكمان بدنا ننتبه على هذه الشغله كرمال ما ننزع الانتاج تبع الحامضه كله. اكيد. اتصال جديد. الو. الو. يا هلا. الو بونجور. بونجور. انا كثير بحب الام تي في، وبس حبيت صبحكم، وبدي اقول للاستاذ اللي عم بيحكي عن الاعشاب كثير مهضوم، وانت اجمل مذيع بالعالم. انت خلص. ثانك يو. ميرسي كثير. شكرا كثير على محبتك. مارك كمان بيسلم عليك، ونحن بنكبر فيكم، والام تي في اكيد بتحبك. رح ناخذ اتصال جديد. ما بعرف اذا في اتصال، يمكن صوره منقطع هيك بنجاوب اللي بعثوا لنا صوره كمان تنجاوب الناس يلي عم يلا بيبعثوا لنا هون. ومستغرب انه هيدا التقس، يعني هيدا جاردينيا، سو عم نشوف كيف الورقه تبعها عم بيصفر، وعم نشوف كيف عليها نقط بيض جواتها وهيك. هيدا بركه محطوطه بشي مطرح هلا في شويه شوب، لانه اجمالا هول المن القطني وهيك بموت بالسقعه وهيدا. هلا شو لازم نعمل؟ في اذا بدك بهيدا شتله الجاردينيا مثل ما بيقولوا في كل الامراض بوحده يعني. فاول شغله بدنا الاوراق الصفر، هو لانه ميتنا كلسيه، فلانه ميتنا كلسيه بدنا نحط حديد قد ما فينا بالتربه، ونجرب نتجنب المي الكلسيه. الجاردينيا ما بتحب التراب الاحمر وهيك، سو اذا فينا نزرع قد ما فينا بتور بنجرب نشيل ونحط تور. هيدا بالنسبه للورق الصفر. بالنسبه للحشرات، فهول اسمهم من قطنه، وهن مزعجين شوي روحه، اوقات بدنا نرش كذا مره. هلا فينا نبلش نشيلهم بطريقه سيف للانفايرمنت بقطن مع الكول سبيرتون، نشيلهم هيدا منها. اثنين، فينا نحط دواء اسمه نيم اويل، فينا نجرب الاشياء اللي بيعملوهم بالبيت، اوقات صابون، اوقات مثلا الحر او الثوم، هول كمان بيقدروا يقتلوا، أو الدخان يعني عنده فايدة منيحة أنه بيقدروا يقتلوا الحشرات. لا أو لا، ساعتها بدنا نرش نوع من المبيدات، بس إذا ما خلينا المرض يستفحل بتكون العناية هينة، فلما منتركها كتير ويقوى بيكون أوقات تولد. هو بس يقوى كمان بيصير كتير صعب أنه نشيله، مثل يموتوا أوقات يعني وهيك. فهيدا بالنسبة لأول سؤال. ناخذ سؤال من عندك بعد؟ يلا من قطع من الرجية كمان سؤال، اليوم كلهم من الرجية اللي مش من عندك، بس أعطيتهم صور قبل ما أطلع. هن أخذين الكنترول كله؟ اليوم كنترول عندهم. ريتا شو هال شو هال شو هالبوزيشن هاي؟ يلا فتنقطع أكيد ال ال يلا لبين ما تقطع لنا ريتا صورة، خلينا كمان نقطع الناس اللي على يلا هيدي الصورة ونرجع بناخذ تليفون. يلا هلا بجاوب على الصورة، عرفت شو السؤال إذا بدك تبع لك العالم. أوكي. يلا. بونجور. بونجور. يا هلا مدام. ايه اذا ممكن بدي اسال سؤال، عندي شجره الليمون هاي اللي حب صغير. اوكي. إيه ما حملت السنه، ما عارف ايش بدي اعمل لها، حملت سنتين وهلا السنه ما حملت. يلا. سو عم تحكي بركي عن الكمكوت يلي هن الليمون الصغار، هلا هن بيحملوا مش مثل ما بيحمل اكيد كل الليمون، يعني هن بيحملوا تقريبا من شهر 5 لشهر 11، ما بيكونوا حاملين بهالفتره. هلا اجمالا بتكون الارض فقرت يعني من المعادن، سو انا بنصحها تحط هلا سماد عدوى بهالفتره، وهلا فيها تحط بكره، واول ما يبلش يدفى التقس فيها نحط مرتين او ثلاثه بالسنه كيماوي يكون غني بالبوتاسيوم، او يكون سائل، يعني في منهم بيكونوا خاصه للفروتس، وهذا بخليها ترجع تعود. يعني اذا ما في بوتاسيوم بالتربه النبته ما بقى بتعطي زهور وفواكه. وفي انواع من الكيماويات انا بفضلهم كثير، مثلا 12 17، هذا بيساعد كثير الفواكه، او شيء ليكويد وبتحطه بالتربه وبترجع بتحمل، اكيد اذا مش مريضه يعني. اكيد كنا بدنا نجاوب على الصوره. سو هيدي كروتون اللي شفناها بالصوره قبل، الكروتون كثير حساسين على السقعه، فلازم ننتبه يعني على السقعه. بتقدر تعمل هيك نحميها شوي، فينا نحطها بمطرح داري لانها بالبو، فينا اوقات اذا ما فينا نحط نايلون فوقهم هيك، بس فكره على السقعه بتعمل هيدا الشيء. وما يكتروا مي، في كثير ناس بضلهم يسقوا هلا مثل ما كانوا يسقوا بالصيف، ما بيسوى ابدا. ممتاز. اتصال جديد. الو. الو بونجور. بونجور. وحياتك، كنت عم بسال عن الليمون امتى فيني قصه وراح الخط. لا جاوبتك. جاوبك. بس ما سمعت لانه ما عاد عندي كهرباء. تكرم عينك مدام. يلا رح نرجع نجاوبك على السريع. اي متى؟ هلا فينا يعني، اذا بدك مش هلا انه بالثلج وهيك يعني، بس بشهر شباط بنصه وطلوع ب 15 وطلوع فيك تقصيهم قبل الربيع. اهم شيء ما يكونوا بالفتره اللي هن مزهرين او عاطين حمضات عليهم، هيدا الاساس يعني. اتصال جديد. الو. بونجور. يا طويل العمر، عندنا شقفة أرض بعين الحلزون بالصيف حامية كتير كتير،
وبالشتاء عادي يعني طقسها معتدل. في قلة مي عندنا، شو بتنصحنا نزرع؟ وين المنطقة؟ عين الحلزون. عاية ارتفاع؟ قد ايه عالية؟ يعني شي 750 متر. اوكي، اجمالا انه اذا ما عندنا مي بدنا نزرع اشجار مثمره، اللي هن كانوا يزرعون جدودنا من زمان، زيتون، التين بيقدر يزبط اكيد بهيدي المطارح المعينه، اللوزيات، هول اجمالا اشجار فينا نزرعهم اذا ما عندنا عن جد مي، العناب بيقدر، هول هن الشجرات الاكثر شيء بلا مي، يعني اجمالا ما عندنا كثير شواء من دون مي. مش يعني هول الشجر، لانه دائما لما بقول هيك بيفهمون غلط، مش يعني الزيتون ما بحب المي، الزيتون اذا بتعطي مي بتعرف تسقيه اي متى بيعطيك زيتون احسن وزيت احسن، بس بيتحمل بيقدر أوكي. يعيش بمطرح اذا عن جد ما عندنا مي. هول اذا عم نحكي اشجار مثمره، اذا بده يزرع اشياء اروماتيك مثلا في يزرع الزعتر او اللافوند كمان بتزبط، بس تعطي شغله يعرفها، الزعتر اكيد بيتحمل انه ما ينسقى كثير، بس اذا سقيناه بيعطي اربع مرات اكثر، فينا نعمل اربع قطفات لثلاث قطفات بالسنه للزعتر المروي، بينما بنقطف مره للزعتر المش مروي. هلا اكيد في بعد اشياء كثير بس هول على السريع يعني. اتصال جديد. الو الو الو، سؤال ثاني. يلا تفضل. لانه انا زارع في زيتون وزيتون. اوكي. يعني مش كثير ناجح. بلا مي صعبه كل شيء ينجح، زراعه بلا مي كثير صعبه. طبعا. طيب بالنسبه للنخل، اذا حبينا نعمل نخل على 700 متر؟ ايه. على 700؟ أيوة. لا انه يعني مش ابدا مش زابطه تزرع نخل على 700 متر، ما بيعيش، انه بيجي سقعه جليد ثلج بتبه وبيموتوا. هلا انا ما بنصح ابدا نعمل هيك شيء اكيد يعني. ناخذ بعد اتصال. اوكي، نقطع صوره، نجاوب نقطع صوره بلكي ونختم الفقره. يلا عندنا كثير صور ما تعطل هم اللي في كثير اسئله. يلا سو هون عندنا صورتين ورا بعضهم لاوركيدي، وعم تسألنا المدام كيف فيها خليها ترجع تزهر وليش صار هيك. فإذا بنطلع الزهرة الصورة كانت مصفرة ورقتها يعني. هي الفكرة الأساس نتعلم كيف نسقي الأوركيدي. الأوركيدي دائما بتنباع ببو ترانسبيرون، سو من قبل البو بنطلع عليه، إذا الشلش أخضر يعني ما بدها مي، إذا أبيض يعني بدها مي. سو إذا نحن شفت هينا 100%. فعمليا هي اللي بخلي الأوركيدي يصير هيك هو سقاية كتير، سقاية غلط إذا بيجي مي على الورق تبعها، فهول اللي بدنا نتجنبهم. وإذا بيرجع بيحضروا حلقاتنا السابقة مجاوبين بالتفاصيل عنهم. إذا بدنا إياها ترجع تزهر، في فيرتيلايزرز خصوصي للأوركيدي، هول الأوركيدي هول بيكونوا إجمالا هنا سائل، وبتتغطس فيه الأوركيدي مرة أكيد بالشهر بترجع بتزهر. هلا قطع صورتين مش اوركيدي، هول بالمز انسايد يعني موجودين بقلب بيت وعليهم حشرات كثير صغيره. هول حشرات اسمهم سكيلز، كمان هن بدهم رش. والبالم يعني دائما لازم نعرف هذه الشغله، البلحه خاصه بلح اللي جوات البيت، هن تيزبطوا جوا، ما هن بعيشوا برا وبحبوا الشمس، وتيزبطوا جوا بيكونوا قريبين على الازاز، نهوي قد ما فينا البيت تيرجعوا يمشي حالهم وما نسقي كثير. واخر تيب، لانه بعيشوا البالمز، مش عم نحكي على البلح اللي بناكله، عم نحكي على هول بتروبيكال فورست، سو هنيك في كثير رطوبه، من وقت لوقت بمي غير كلسيه بنغسلها للنبته بساعدها كثير، واهم شيء الهواء. ممتاز، شكرا كثير مارك على الحلقه، ونتلاقى سوا نهار السبت ان الله رب. نحن رح نتابع حلقتنا مع واتس كوكينج، خليكم معنا.